أكيد جبريل، وأنت أحد الناس الذين تواجدوا في هذا المعرض في الأيام الماضية وعايشت الحقيقة مدى شغف الناس هنا في معرض الكتاب للقراءة والاطلاع ومتابعة كل جديد. يتميز معرض الكتاب الحقيقة بأنه ليس فقط للاطلاع واقتناء الكتب، إنما أيضا وجود الحقيقة اللقاءات والمنتديات والندوات التي تقام في غرب موقع المعرض من خلال المسرح الذي أعد لهذا الأمر. الحقيقة يستضيف فيه ناشرون ومؤلفون على مستوى كبير وعلى مستوى دولي، نتحدث عن ناشرين سعوديين وعرب وأيضا من كافة العالم بشكل عام. طبعا الميزة في هذا الأمر جبريل بأن هؤلاء طبعا يكون معهم لقاء مباشر مع الصغار المبتدئين من المؤلفين والناشرين، ويكون بينهم تبادل للخبرات فيما بينهم. أيضا هناك اليوم طبعا أقيمت ندوة يمكن وتدشين، يمكن شاهدتها عبر شاشة القناة من بعد أن دشنا صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل لكتابه الملف الأفغاني، والذي يعتبر شهادة الحقيقة على دور المملكة البارز حينما اندلعت الحرب الأفغانية مع الاتحاد السوفيتي. طبعا تفاصيل كثيرة الحقيقة، نتحدث عن اللقاءات، عن القراءة، نتحدث حتى الطفل الحقيقة. هناك مشروع القراءة أقام به مجموعة من الشباب، أحد هؤلاء طبعا أو المشرف عليه هو الأستاذ عبد الله العتيبي، الذي طبعا يقوم بمتابعة الحقيقة هذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع المميزة التي لفتت نظري أنا شخصيا، وأيضا كانت لها دور بارز الحقيقة. سريعا جبريل إذا سمحت لي نحتاج فكرة عن هذا المشروع مع الأستاذ عبد الله، أعطنا اختصار هذا المشروع. مشروع أصدقاء القراءة هو مشروع تطوعي يهدف إلى نشر ثقافة القراءة في منصات التواصل الاجتماعي. هذا المشروع تطوعي بالكامل ولديه عدة مبادرات، من ضمن تلك المبادرات هي مبادرة شاركنا ما تكتب، أيضا هناك حدثنا ما تقرأ عن ما تقرأ، أيضا هناك مجلة قوارئ وهي مجلة فصلية تصدر كل 3 أشهر. هذه المجلة تعنى بالأدب والفنون ويشرف عليها أدباء ونقاد. كذلك المشروع لديه العديد من المبادرات، ومن ضمن هذه المبادرات هي تحدي 15 دقيقة. فكرة هذا التحدي هي القراءة لمدة 15 دقيقة كي يكتسب الناس عادة القراءة، بحيث تكون القراءة لمدة 15 دقيقة. يأتي مشروع أصدقاء القراءة مشاركا في معرض الرياض الدولي للكتاب عبر ركن تعريفي في المعرض، يعرف بمبادراته والأشياء التي يقوم بها. أستاذ عبد الله شكرا لكم. عفوا، شكرا لك. جبريل، هذا نموذج طبعا من نماذج الشابة المشاركة في هذا المعرض، طبعا مشاريع، مؤلفين، مؤلفات، يعني دائما ونحن في هذا الموقع وبالقرب من جناح أو المعرض الخاص أو البوث الخاص لقناة الإخبارية الحقيقة، كثير من الشباب والشابات الصغار المؤلفين يطالبون بأن يخرجوا ويظهروا على قناة الإخبارية للحديث عن مؤلفاتهم، وهذا الحقيقة مدعاة للفخر، ولو كان هناك فرصة لاستضفناهم جميعا. شكرا جزيلا لزميلنا مراسل الإخبارية من أرض معرض